ولذلك من موقع الأمازيغي أقول أن العدو الصهيوني يريد أن يجعل منا الأمازيغ حليفا استراتيجيا للكيان الصهيوني، ماشي باش نعاونوه تما في فلسطين، لا، باش نخربوه هنا، باش نخربوه هنا، باش نطردوا العرب من شمال إفريقيا ونبنيو تما زغال الكبرى حليفة إسرائيل، باعتبار إسرائيل حليفة لنا. لماذا؟ لأننا عندنا مليون أمازيغي في إسرائيل. شكون هما؟ اليهود المغاربة المقيمين في الكيان الصهيوني، واللي من بينهم رئيس الأركان ووزير الداخلية والقيادات في المخابرات والجيوش وغيرهم وغيرهم. يراد منا كأمازيغ أن نعتبر علاقتنا بفلسطين بتلك البقعة هي علاقة 60 عام، 60 عام من الكيان الصهيوني، ماشي علاقة 14 القرن من العقيدة من التوحيد، ماشي هي علاقة 10 القرون مع صلاح الدين الأيوبي الكردي. الكردي يعني الأمازيغ، الدولة الموحدية الأمازيغية تحالفت مع صلاح الدين الأيوبي الكردي لطرد الصهيونية المسيحية الممثلة في الحركة الصليبية والاستعمار الصليبي. يراد اليوم أن نقلب هذا الشيء ونردوا التحالف الأمازيغي الكردي الإسرائيلي، وتجولوا في صفحات الفيسبوك وتجولوا في الكتابات والمقالات ديال مجموعة من النخب المثقفة الأمازيغية. يراد منا أن نعتقد بأركان الإيمان الأمازيغي ثلاثة بعد ديك الشارة ديال ثلاثة، أن نكره العربية والإسلام كأمازيغ لأن العرب استعمرونا بالإسلام، وأن نكره فلسطين لأنها عربية، ولا بد أن نحب إسرائيل لأنها أمازيغية. هذو ثلاثة ديال أركان الإيمان الآن، يجب أن تؤمن بهذه الثلاثة أركان باش تسمى أمازيغي، وإلا أنت ماشي أمازيغي. هذا الكلام كنقوله الأخوات والإخوان ليس كلاما مرسلاً، راه ود المغرب غنوض نصليو مجموعين، ولكن غتسمحوا لي 3 دقائق ولا 5 دقائق. لما كنقولوا هذا الكلام يقوم لنا بعض إخواتنا المتدينين، وشي مرات وأنا ابن حركة التوحيد والإصلاح، شي ولاد حركة التوحيد والإصلاح، وزتي فيها النووي ها هو يحمان حاضر، وزتي فيها ويحمان لا وبزاف وعيقتي كل مرة الأمازيغية والصهيونية. يا نخبنا المطبعة، يا نخبنا الساقطة، يا بعض نخبنا التي تزور بالليل والنهار الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني يرسل إليها هنا بالليل والنهار الزيارات والعلاقات والترتيبات والتنسيقات. أنتم من يهدد الوحدة الترابية، أنتم من يهدد أكثر من الوحدة الترابية الوحدة المجتمعية للمغاربة، لأنه إلا ترتق وانفجر النسيج الاجتماعي ربح أنت بالتراب الموحد. إلا النسيج الاجتماعي انفجرت المغاربة بين الأمازيغ وغيرهم والعرب أولا بيناتنا، وحد أنت التراب شبع به، شبع بالصحراء وبالريف. إلى انفجر المجتمع المغربي أش بقى لك من تراب تجمعوا؟ العدو الصهيوني يريد تفجير المجتمع المغربي عبر التسلل إلى العقل والوجدان لدى جيل من الشباب تحت عنوان الأمازيغية.